مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. عايزة في البداية أبارك لكل الأهلاوية على استعادة روح الانتصارات والفوز على أسوان، وثلاث نقط مهمة جدا بتقربنا بشكل كبير من حسم الدوري. يمكن ما كناش يعني أفضل حاجة بدنيا، مستنيين مستوى أعلى، ولكن زي ما قلنا مع المباريات الفريق هيبقى في مستوى أعلى بإذن الله، مرة بمرة، واحدة بواحدة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، مساء الخير على كل أهلوية اللي بيتابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من السادسة مساء. الحقيقة يمكن زي ما قالت سارة، هو فوز مر أو فوز مؤلم. الحقيقة طبعا الثلاث نقط مهمين جدا في مشوار الدوري، والأهم زي ما قلت لحضراتكم امبارح يمكن قبل دقايق الماتش ما يبتدي، إنه كان مهم بالنسبة لجمهور الأهلي إنه يطمن على فرقته، خصوصا بعد تراجع المستوى إلى حد ما في ماتش الإنتاج والسكور. طبعا التعادل بالنسبة لجمهور الأهلي خسارة، لكن إلى حد كبير قلنا واتفقنا إنه كيرف بيطلع بشكل تدريجي، وده الأهم، الرسالة الأهم، إن احنا نطمن على فرقتنا قبل الماتشات المهمة اللي جاية، سواء كنا بنتكلم على بطولة الدوري أو كنا بنتكلم على طبعا مشوار دوري أبطال أفريقيا، وده بالنسبة لنا الأهم، ده شيء ما فيهوش نقاش. لكن ليه فوز مؤلم؟ ليه مكسب مر؟ لأنه الحقيقة تكلفته كانت عالية. طبعا امبارح كلنا تابعنا بحالة شديدة جدا، كل الأهلاوية امبارح حقيقة اتضايقوا جدا، ويعني إصابة كابتن محمود متولي الحقيقة كانت الحقيقة خسارة مؤلمة جدا في الماتش. ولو سألت كده قبل الماتش، الحقيقة يمكن الأهلي يعني قصته مع الإصابات محتاجة إن احنا نتكلم فيها بالتفصيل، لكن تخسر 2 بونت تطلع متعادل مع أسوان وتطلع من غير إصابات، ولا تكسب 3 بونت وتطلع بإصابة متولي وجيرالدو والشيخ، دي الحقيقة كانت معادلة صعبة جدا، وكان صعب جدا أي حد يجاوب عليها. على كل الأحوال احنا المهم جدا نطمن على اللعيبة، وده هيبقى جزء من حلقتنا، وكمان نبتدي نتكلم على استعدادات النادي الأهلي لماتش الزمالك إن شاء الله، مباراة القمة يوم السبت اللي جاي، وهي مباراة مهمة على مستوى النتيجة، مهمة على مستوى حسم بطولة الدوري، ومهمة أكتر كمان من ناحية المعنوية والنفسية لمشوار أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة كمان الحقيقة يمكن يا سارة معنا ذكريات لطيفة قوي، ذكريات يفتكرها جمهور الكورة اللي تابع بطولة أمم أفريقيا سنة 98 في بوركينا فاسو اللي فاز بيها المنتخب المصري. هيكون معنا واحد من نجوم المنتخب اللي شاركوا في تحقيق الإنجاز ده، وواحد من نجوم النادي الأهلي اللي كان ليهم مشوار طويل جدا، حتى رغم أنه هو راح فترة احترف في ألمانيا تحديدا في نادي هانزا روستوك الألماني، لكن الحقيقة واحد من الأجنحة الطائرة اللي احتلت موقع مميز جدا في ناحية اليمين عند النادي الأهلي. هيكون ضيف حلقتنا النهاردة كابتن ياسر رضوان. نبتدي مع حضراتكم بأهم العناوين. الأهلي راح اليوم من التدريبات استعدادا للقمة السبت اللي جاي. الأهلي يعرض محمود متولي على رئيس اللجنة الطبية. اتحاد الكرة يتفق مع حكم أجنبي لمباراة القمة. اتجاه في كاف لإلغاء معسكرات المنتخبات 2020 بسبب كورونا. مرر حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف ليفربول. تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وتفاصيل أكتر عن الأخبار هنعرفها مع حضراتكم. يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية. الحقيقة مكاسب كتير حققها النادي الأهلي من ماتش امبارح. طبعا الثلاثة بونت دول حاجة يعني أمر محسوم، فكرة الاطمئنان على مستوى الفريق اللي أعتقد أنه قدم مستوى أحسن بكتير من المستوى اللي تقدم فيه ماتش الانتاج الحربي. بيتهيالي كمان بادجي واحد من مكاسب امبارح، فكرة انه المهاجم، وحضراتكم عارفين بادجي يمكن لغاية اللحظة ما نقدرش نقول ان خد فرصة كاملة مع الفريق، لكن الحقيقة ودي بتبقى معاناة للمهاجم خصوصا لما يجي على فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي، فكرة قدرته على اثبات ذاته او اثبات جدارته بانه هو يحتل مكانة أساسية في الفريق بتبقى فيها حاجز نفسي. يتكسر إزاي؟ يتكسر من خلال تسجيل أهداف، والجول الثالث امبارح بتاع بادجي أعتقد أنه ساهم في الفكرة دي، وإحنا محتاجين بالذات من المحترفين اللي بيلعبوا في النادي الأهلي. طبعا فرقة الأهلي كلها محترفين، بس أنا أقصد أقول الصفقات الخارجية اللي بتلعب في النادي الأهلي، معلول، أجاييه، جيرالدو، داكوستا، أليو بادجي وديانج، محتاجين منهم الحقيقة الفترة اللي جاية أن هم يكونوا في قمة تركيزهم عشان يقدروا. طبيعي انت لما بتلجأ للاعب محترف من الخارج بتبقى بتعوض او عايز تضيف للفريق
لاعب عنده القدره على انه يكون ليه مردود ايجابي، انه يسيب بصمه، مش محتاج حد يجي يكمل 11 او يجي يكمل ال 18، انت محتاج لعيب مميز سوبر يقدر يعمل الاضافه دي، وبالتالي ده واحد من مكاسب امبارح. اما الخسائر اعتقد طبعا ابرزها اصابه محمود متولي. الحقيقه فعلا زي ما احمد قال، يعني في مكاسب كتير من مباراه الاهلي واسوان، يعني احنا خلاص استعدنا روح الانتصارات زي ما قلنا 56 نقطه، بنبعد عن اقرب المنافسين بكتير، ولو الاهلي مشي بالمستوى ده وفضل على المستوى ده وفي تطور طبعا زي ما بنطلب، هيكون كمان بيحسم الدوري قبل فتره كويسه جدا من انتهاء بطوله الدوري. 56 نقطه واحنا لعبنا كده 20 مباراه، يعني 18 فوز وتعادلين. الحقيقه كان في مكاسب كتير، في بعض اللعيبه ظهروا فعلا بشكل كويس جدا. محمد هاني قدم ماتش رائع، اليو باجي زي ما احمد قال يعني الحقيقه بياخد ثقه، بيكسب في ثقه بينه وبين الجماهير واحده بواحده، خصوصا انه يعني اسست الماتش اللي فات جون الماتش ده، ده بيفرق جدا، بيثبت انه لما بينزل الماتش بيبقى في فرق، بيساعد الفريق، بيعمل بيسيب بصمه، ده مهم جدا. الحقيقه كمان عمرو السوليه قلنا انه اداؤه بيتطور بشكل كبير جدا، واداؤه بيتطور مع الوقت بشكل كبير، وكمان يعني مين يا ساره معلش، مين اللي اداؤه بيتطور بشكل كبير؟ عمرو السوليه. عمرو السوليه اوكي. عمرو طبعا من الناس اللي بتطور المهاره اللي عملها في الجون الثالث يا احمد كانت بس عمرو الحقيقه نقدر نقول كمان يعني بعيدا عن انه بيبذل مجهود عشان يطور من نفسه، لاعب من اللعيبه اللي مستواهم دايما ثابت، يعني ما بتلاقيلوش هزات او ما بتلاقيلوش تراجع بعد التوقف عنيف. كمان يا احمد يعني فارق جدا ان هو مستواه فعلا ثابت بشكل كبير. عايز اقول كمان زي ما انت قلت جيرالدو، يعني ان هو اكيد الهدف اللي هو جابه امبارح ده اداله ثقه، يديله ثقه في المباريات اللي جايه كمان، خصوصا ان هو بدا يدخل في الخطط الاساسيه بشكل كبير لفايلر، خصوصا من بعد فتره التوقف. التغييره طبعا الذهبيه للنادي الاهلي، وليد سليمان دايما بينزل بيعمل فرق، ده شفناه امبارح، يعني كنا كسبانين 1-0، الدنيا كانت معقربه شويه لو هنقول كده، لكن الحقيقه جون وليد سليمان فتح الفوز للنادي الاهلي بشكل كبير، وكان سهل على النادي الاهلي الفوز. جيرالدو خليني اقول بس حاجه على جيرالدو، لانه انا قلت قبل كده انه جيرالدو لعيب امكانياته كويسه جدا، وجناح صاحب مواصفات محترمه، يعني من ناحيه المهاره عنده جزء كبير جدا، عنده موهبه فطريه، عنده قدره كبيره جدا انه يعدي من لعيب واثنين. من ناحيه السرعه عنده السرعه، يمكن الناحيه البدنيه او القوه البدنيه مش موجوده قوي عنده، لكن دي من الحاجات اللي سهل انها تتعوض. وجيرالدو جاي، يعني احنا شايفين جيرالدو من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره كيرفها بيعلى من ماتش للتاني، وزي ما بتقول ساره الجون كمان اللي دخله امبارح الهدف الاول احرزه جيرالدو، اعتقد هيرفع من روحه المعنويه بشكل كبير جدا، فنتمنى ان شاء الله انه يمشي ويكمل في نفس المشوار. طبعا زي ما انت قلت يا احمد، يعني اصابه محمود متولي حاجه محزنه جدا، بنتمنى طبعا السلامه للاعب ولكل اللاعبين. احمد الشيخ انه يبقى اول ماتش ليه بعد الاصابه، ويبقى في اصابه برده ثانيه، حاجه اكيد من الاخبار السيئه لجمهور النادي الاهلي، وان كان رجوع طبعا ياسر ابراهيم، لو هنتكلم محمود متولي ياسر ابراهيم بيطمننا بشكل كبير، لكن هنفتقد طبعا محمود متولي الفتره دي. محمود متولي كده السيزون بالنسبه له اعتقد وأفريقيا انتهى بالظبط. الشيخ اعتقد الى حد كبير انه اصابته طفيفه، مش هتاثر على ان هو يرجع بسرعه ان شاء الله. وجيرالدو عندنا اصابه عضليه، وده اللي هنحاول نعرفه النهارده تفاصيل من حضراتكم، اللعيبه دي ممكن ترجع وتبقى جاهزه. يا احمد على رايك في فكر فايلر؟ الحقيقه الراجل انا طبعا مدرك تماما ان الراجل هنا في جزء في مخه في كم كبير جدا من علامات الاستفهام اللي هو لسه لغايه اللحظه دي ما حسمهاش. اعتقد ان الموسم الاول بالنسبه له مع نادي بحجم النادي الاهلي يعتبر موسم جيد جدا، قدر يحط فيه بصمه، مش عايز احطه في مقارنه مع ناس ثانيه، لكن الحقيقه الراجل شغال كويس جدا وبيواجه ظروف صعبه جدا. وما تنسوش حضراتكم انه فتره التوقف دي الموضوع مختلف، انا عارف ان الكوره وقفت في كل على مستوى كل الانديه، لكن الفريق اللي بينافس باستمرار على بطوله والفريق اللي بيلعب دايما على انه كل ماتش يلعبه مطلوب منه ان هو يكسب الماتش ما عندوش بديل تاني، بتبقى الحسابات مختلفه شويه. فهو الحقيقه بالراجل بيواجه ظروف صعبه، نتمنى ان هو يتخطاها، وانا متاكد انه القايمه اللي معايا او اللعيبه اللي موجوده معايا في السكواد دلوقتي قادره ان شاء الله انها تحسم البطولتين في الفتره اللي جايه. خلونا نروح الاخبار، نبتدي اخبارنا النهارده. الجهاز الفني للاهلي بقياده فايلر قرر ان هو يمنح اللاعبين راحه النهارده من تدريبات الكره، وان هم يكتفوا بس بجلسات استشفاء في الجام، وطبعا يرجعوا بقى التدريب من بكره تاني بشكل طبيعي جدا، استعدادا لمباراه الزمالك يوم السبت اللي جاي في الدوري ان شاء الله. ماتش مهم جدا طبعاً. جدا
بعيدا عن اي بطولات وبعيدا عن حساب الثلاث نقط، لقاء القمه دايما ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك بيحظى باهتمام كبير جدا وحاله تركيز، حتى ولو ما كانش في منافسه على لقب، يعني حتى لو كان في فريق سابق بشكل كبير جدا او حاسم البطوله بشكل كبير، بتبقى طبعا ماتش او بيبقى ماتش الاهلي والزمالك بطوله في حد ذاتها. كابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم نتعرف على حاله اللعيبه النهارده، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال انه الاشعه اللي اجريت لكابتن محمود متولي لاعب الفريق الاول بنادي الاهلي كشفت انه تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وهيتم عرضه على دكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه في النادي عشان يبدا في خطوات العلاج. كمان الحقيقه كابتن سيد اتكلم على موقف او على حاله الشيخ واحمد الشيخ وجيرالدو داكوستا، وقال انه اللعيبه بتخضع للفحص الطبي بكره ان شاء الله الاربع قبل طبعا ما يبدا مران الفريق عشان يتاكدوا من مدى جاهزيتهم للمشاركه في التمرين، خصوصا انه الثنائي اشتكى من الاصابه في ماتش اسوان اللي اتلعب على استاد القاهره. الشيخ تحديدا اشتكى من اصابه في كعب رجله، وجيرالدو اشتكى من الام في العضله الخلفيه. على ضوء نتائج الفحص الطبي اللي هيتعمل بكره ان شاء الله هيتحدد فرص مشاركه الاثنين في تمرين بكره الاربعاء. نروح للجنة الخماسية لاتحاد الكرة، والأعلنت إنهاء اتفاقها مع طاقم حكام أجنبي لإدارة طبعا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت اللي جاي على استاد القاهرة. الطاقم ده هيبقى فيه خمس حكام بواقع حكم ساحة، حكمين مساعدين وحكمين طبعا لتقنية الفيديو، وهيتم الإعلان بشكل رسمي عن جنسية وأسماء الطاقم ده مساء الخميس اللي جاي. أنا مدرك طبعا انه في بعض الماتشات بيبقى فيها حاله من حالات الحساسيه او الشد العصبي او الى اخره، وده لما بنيجي نتكلم على ماتش زي ماتش الاهلي والزمالك او حتى غيرها من الماتشات اللي بقى عندنا دلوقتي النهارده، فرق بتطلب دايما حكام اجانب في بعض المباريات ليهم، ده الى حد ما بيمثل ضغط كبير جدا على الحكم المصري وعلى مستوى الحكم المصري اللي احنا دايما بنطالبه بانه يطور من مستواه، وانه مش ممكن يبقى ما فيش دعم معنوي ويبقى في مستوى معين من الثقه في الحكام المصريين ونطلب منهم ان هم يبقوا على قدر معين من تحمل المسؤوليه. انا بشوف النهارده انه احنا عندنا فرصه مهمه جدا، يعني من افضل الحاجات اللي عملتها اللجنه الخماسيه هي انها دخلت منظومه الفار في الملاعب المصريه، وبيتهيالي مع وجود منظومه الفار ده الى حد كبير جدا بيساهم في تحقيق منظومه العداله في طول ال 90 دقيقه، يعني اي غلطه او اي حاجه هفوه ممكن تعدي على حكم ماتش ممكن نرجع للفار ويتم تعديلها بشكل كبير جدا، وبالتالي عندنا ريفرنس نقدر نعتمد عليه او نستند ليه في اي موقف من المواقف اللي ممكن يثير حاله شك او يثير حاله اشتباك، وبالتالي فرصه مهمه جدا ان احنا نستغل وجود الفار وندي بقى دعم لحكامنا المصريين في الماتشات اللي احنا بنقول عليها شديده الحساسيه. نروح للاتحاد الافريقي اللي زي ما قلنا لحضراتكم انا وساره في بدايه الحلقه انه بيقترب من انه يصدر قرار خاص بالغاء معسكرات المنتخبات خلال الموسم الحالي، طبعا بعد انتشار ازمه فيروس كورونا، وانه في عن حاله من حالات ضغط المباريات الرسميه في الموسم المقبل، خصوصا انه لسه عندنا اربع ماتشات للمنتخبات في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2022 المفترض انها ان شاء الله هتستضيفها الكاميرون، وعندنا كمان ماتشات في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 برضو. كمان الحقيقه في بعض التقارير الصحفيه اللي صدرت اتكلمت على انه الاتحاد الافريقي استقر بصفه نهائيه على الغاء اجنده شهر اكتوبر، لكن يمكن لسه اللي ما تمش حسمه بشكل كبير جدا الاجنده الدوليه للمنتخبات اللي هتكون في شهر نوفمبر، واللي يمكن يكون الاحتمال الاقرب انه يكون هيتم الغائها، وهتم اقامه مباريات التصفيات سواء كاس العالم او كاس الامم الافريقيه ان شاء الله يكون مع بدايه الموسم اللي جاي. نروح لصحيفة ميرور البريطانية واللي قالت أن ليفربول تأكد من إيجابية أحد العينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد. حضراتكم عارفين ليفربول هيخوض معسكر في النمسا استعدادا طبعا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه 12 سبتمبر اللي جاي، ولكن أضافت ميرور أن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز اضطروا أن هم يتخلوا عن إقامة المعسكر التدريبي في فرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وبدل من فرنسا اختاروا ان هم المعسكر يكون في النمسا. ومع
ذلك الفريق ما سلمش من الوباء. الصحيفة أكدت كمان أن هي تواصلت مع مسؤولي ليفربول عشان يعلقوا على الأمر، لكن الرادز لم يعلنوا إذا كانت الإصابة دي بين اللعيبة ولا أعضاء الجهاز الفني ولا أحد العاملين. بالنسبة بقى للدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي الممتاز، رابطة الدوري الفرنسي الممتاز أعلنت النهاردة أنها أجلت بداية انطلاق الموسم الجديد بعد ما تم اكتشاف حالات إصابة بكورونا في فريق مارسيليا. رابطة الدوري الفرنسي أصدرت بيان من خلال موقعها الرسمي قالت فيه أنه في ضوء نتائج الطبية اللي نقلها أولمبيك مارسيليا النهاردة 18 أغسطس، أشارت اللجنة أنه لجنة كورونا الوطنية إلى لجنة مسابقات الفرنسية أنه الفيروس بينتشر في داخل نادي مارسيليا، وبتقترح تأجيل ماتش أولمبيك مارسيليا واللي كان مقرر ليه أنه هو يكون في انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة اللي جاي 21 أغسطس الساعة 7 مساء، ودي كانت هتبقى أولى مباريات أو افتتاح الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. البيان كمان اتكلم أنه هيتم تأجيل الماتش ل 16 أو 17 سبتمبر وفقا لبروتوكول تنظيم الماتشات في فرنسا ووفقا للتغييرات في الظروف الصحية طبعا داخل نادي مارسيليا. واختتم البيان قال أنه سيتم تحديد الموعد النهائي طبعا بالاتفاق مع أصحاب الحقوق. الموضوع طبعا بأثر بشكل كبير، يعني الموضوع مش مأثر بس على كورة، مأثر كمان على حقوق بس وقنوات دفع حقوق بس ورعاة للأندية ورعاة للدوريات، وده ينطبق مش بس على الدوري الفرنسي، ده عامل أزمة الحقيقة في العالم كله. في تقرير يوناني النهارده كمان يا احمد كشف عن اهتمام قبرصي جديد من اجل ضم عمرو ورده جناح نادي باوك خلال سوق الانتقالات الصيفيه الحاليه. صحيفه بيج نيوز اليونانيه قالت ان ورده في العديد من العروض جايه له سواء داخل البلاد او في قبرص في الوقت الحالي لانتشاله من جحيم باوك، الصحيفه قالت كده، ورغبه المدرب ابل فيريرا في رحيله. حقيقة يمكن وردة من اللعيبة المصريين أعتقد عنده مشوار احتراف محترم. فكرة إن هو يتنقل من باوك لقبرص دي بعتقد إنها فكرة صعبة شوية، يعني أعتقد إنه الدوري القبرصي مع كامل احترامنا ليه طبعًا لكن لا يقارن بالدوري اليوناني. صحيح الدوري اليوناني مش من أكبر الدوريات ومش من أقوى المنافسات في القارة العجوز في أوروبا يعني، لكن يبقى الدوري اليوناني وبعض فرق الدوري اليوناني عندها مساحة من التواجد بشكل كبير، وأعتقد أنه حجم المنافسة فيه كمان قوي. في بعض الفرق اليونانية أتروميتوس وآيل لاريسا مهتمين كمان بعمرو وردة، لكن القرار ممكن يكون إيه والناحية الفنية أو القرار أو الاختيار اللي يضيف لمشوار عمرو وردة ممكن يكون، أعتقد أنه قرار هيكون صعب جدا، وبيتهيألي انه يعني مقارنة بالدوري القبرصي وحتى باليوناني التواجد في الدوري المصري او بعض الدوريات الخليجية ممكن يبقى اختيار افضل بشكل كبير. في خبر كمان بيقول ان بعض التقارير الإسبانية قالت ان الهولندي رونالد كومان هيتولى منصب مدرب فريق برشلونة، وقالت ان المدافع السابق لفريق برشلونة متواجد حاليا في المدينة الإسبانية علشان يوقع على عقد تدريب خلفا طبعا لستين اللي أقالوا الفريق من المنصب في فترة مبكرة من يوم الاثنين طبعا بعد الخسارة الفظيعة طبعاً من زلزال 8-2، يعني كانت نتيجة تاريخية الحقيقة، كان يوم قلنا بيحدد نهاية جيل في برشلونة يا أحمد. حقيقة أنه كيكي ستين تولى منصب المدرب شهر يناير خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، غير أن برشلونة أنهى للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 السنة دي دون ما يكسب أي بطولة أو أي لقب. كانت هزيمة ليلة الجمعة الثقيلة دي بثمان أهداف مقابل هدفين على إيد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال، يعني كانت قطمت ظهر برشلونه زي ما بيقولوا، وخصوصا يعني المدرب. على كل مستويات الزلزال ما ضربش بس الفريق الكوره، الزلزال ضرب ووصل لاريك ابيدال الرئيس الرياضي او المدير الرياضي في فريق برشلونه اللي تم اعفائه من مهام منصبه بالفعل بعد قرار بقى باعاده تجديد استراتيجيه النادي. احنا بنتكلم على مش بونا فريق، احنا بنتكلم على اعاده تجديد استراتيجيه النادي في الفترة المقبلة. سمعنا انه من ادارة برشلونة كمان انه كل قائمة الفريق معروضة للبيع باستثناء اربع اسماء زي ما قلت لحضراتكم، على رأسها طبعا ليو ميسي اللي بالمناسبة يبدو انه استمراره في برشلونة اصبح
محل شك، يعني اللاعب عنده رغبه في انه ما يكملش مع برشلونه او ما يجددش مع برشلونه رغم تمسك برشلونه بيه واعلانهم عن نيتهم لاستجابه لطلبات ليو ميسي اللي بيمثل لفريق البارسا طبعا يعني شيء اساسي في استمرار الفريق في حصد البطولات. كنت عايزه اقول لك ان رونالد كومان هو اللي كان قاد برشلونه في 92 ان هم يفوزوا بالشامبيونز ليج، كان صحيح. هدف هل يقدر ليه. هل يقدر كومان ان هو يعيد بناء فريق البارسا؟ هل يقدر ان هو يعيد مره ثانيه البطولات لفريق البارسا؟ اعتقد انها مهمه صعبه، لكن مع امكانيات فريق بحجم البارسا وشعبيه فريق بحجم البارسا مفيش شيء مستحيل. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل في السادسه مساء. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يمكن ساعات بسيطه بتفصلنا عن ماتشين مباراتين الحقيقه كل جمهور او عشاق الكره في الكوكب كله الكره الارضيه مستنيينهم قبل نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. زي ما تابعنا الحقيقه كان دور الثمانيه دور المفاجات، منتظرين لقاء لايبزيج مع بي اس جي وليون مع بايرن ميونخ. الحقيقه يمكن الماتشين دول لفرق نقدر نقول انها في اغلبها حققت مفاجات كبيره جدا، يعني باستثناء باريس سان جيرمان اللي كان على شفا انه يخرج من البطوله على ايد اتلانتا الايطالي لكن رجع في الدقيقه 90 وقدر انه يحقق خسارته لمكسب. لكن الحقيقه لايبزيج مطلع فريق كبير جدا زي اتلتيكو مدريد وعامل مشوار كويس جدا طول البطوله، ليون مطلع اكتر من فريق مهم جدا منهم مان سيتي في اخر جوله وقابله على طول اليوفي، وبالتالي في حالة ترقب. ماتشه مع البايرن بالتأكيد مش هيكون في منتهى السهولة على الرغم من عرض القوي اللي قدمه بايرن ميونخ. الحقيقة في متابعة لمباريات قبل النهاية هيكون معانا من خلال تطبيق سكايب لامين كاظم المحلل الرياضي بقناة فرانس 24. مرحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي وفي برنامج السادسة مساء. أهلا وسهلا سمير، أنا متشرف كثير نكون في قناة النادي الاهلي الكبير وانا مبسوط كثير اكون في مصر مع اخواني. اهلا بك. رغم وجود يعني فرق كبيره جدا في بطوله دوري ابطال اوروبا الا انه الادوار المتتاليه شهدت خروج متوالي لعمالقه اوروبا زي ريال مدريد زي برشلونه وزي يوفنتوس وغيرهم من الانديه والمان سيتي طبعا مانشستر سيتي، وبنشاهد الحقيقه فرقتين من فرنسا بي اس جي باريس سان جيرمان واولمبيك ليوني في قبل نهائي اوروبا. بتشوف ده مفاجاه من وجهه نظرك وايه السبب في تالق الانديه الفرنسيه في هذا الموسم من وجهه نظرك؟ والله اولا قبل ما يعني نتكلم على مفاجاه ولا مش مفاجاه نقول انه بعنوان هذا الموسم بالتشامبيونز ليج بعنوان استثناء، يعني مناسبه استثنائيه منافسه استثنائيه في ظروف صعبه ظروف معروفه ظروف الكوفيد، ولهذا الان بعد ما تخلص يعني البطوله حيكون تحاليل وحيكون يعني دراسه لهذا الامر، والقضيه تكمن في الفرق التي عرفت او البطولات التي عرفت كيف يعني تتعامل مع الراحه الاجباريه يعني مده شهرين او ثلاثه بدون منافسه، وكذلك كيفيه العوده الى التحضير ريستارت يعني كيف تعود الى المنافسه. واللافت للانتباه ان الالمان هم اللي كانوا السباقين يعني في العوده وكانوا هم الاحسن، وبدنيا شفنا يعني تعاملوا بطريقه جيده يعني حتى شفنا باين ولايبزيغ في لياقه بدنيه ممتازه لانهم عاودوا ولاو للمنافسه ولكن خذوا قسط من الراحه باش يعاودوا التحضيرات لموسم جديد، ولهذا رانا نشاهدوا في الفريقين كانهم في بدايه موسم جديد. هذا من جهه، من جهه الاخرى وكذلك الفيدراليه اخذت يعني قرار كان صائب او لا، لكن راح نشوفوا الان يبدو انه صائب لانه الفريقين الفرنسيين كذلك عندهم يعني نوع من اللياقه البدنيه في المستوى، لكن هل هذا فقط اللي يعمل الفارق؟ ما نظنش، هذا معيار من المعايير او مقياس من المقاييس اللي نقدروا نعتمدوا عليها باش نقولوا انه الفرق هذه عرفت كيفاش توصل لهذا البطوله. لكن فيه من جهه اذا كنا تكلمنا في جهه فريق باريس سان جيرمان، فريق باريس سان جيرمان حاجه عاديه يوصل للدور نصف النهائي على الاقل، عندما يكون عندك لاعبين مثل نيمار او مبابي في فريقك او ايكاردي او دي ماريا او سارابيا او تاجو. اعذرني على المقاطعه ولكن في عامل مهم جدا هو توقف عدم استكمال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وبالتاكيد ده كان
يعني ليه تأثير إلى حد كبير سلبي، ولا حضرتك ممكن تشوفه تأثير إيجابي وإدى فرصة أكبر للاعبين إن هم يركزوا في مسابقة الشامبيونز ليج؟ أنا موافق معك، يعني قلنا ربما التوقف الإجباري هذا كان ربما إيجابي في الذهنيات، يعني باش يكونوا من جانب الذهني يكونوا مركزين أكثر على فقط الشامبيونز ليج، وذلك من جانب البدني وإن كانت وحضروا فقط إلى هذه المنافسة اللي في ثلاث مباريات تقدر تكون بطل أوروبا. ولهذا نقدر نقولوا أن التعامل مع التوقف الإجباري كان إيجابي في الجانب الفرنسي. فريق ليون اللي كانت عنده منافسه اصعب من فريق باريس سان جيرمان نظرا انه لعب مباراه اياب ضد يوفنتوس، وكذلك لعب مباراه كبيره ضد السيتي. يعني شفنا انه تغلب على السيتي واليوفنتوس في الثنائيات في الحوارات الثنائيه، وهذا دليل على اللياقه البدنيه الممتازه اللي كان فيها فريق ليون. ولهذا نقدر نقولوا انه هذا العامل كان ايجابي للكره الفرنسيه. ولكن قلنا من جانب اخر انه فريق باريس سان جيرمان ليست مفاجاه نظرا للتعداد، نظرا لقيمه المشروع، نظرا لقيمه الفريق حاليا. ولكن ليون تعتبر مفاجأة، لأنه فريق ليون ما عندوش التعداد يعني التوب توب تاني يعني الفرق الكبرى، ولكن عنده فريق، عنده مجموعة، وأكد ذلك بالتفوق على سيتي وعلى يوفنتوس. طب ده هياخدنا لرؤيتك لمباريات قبل النهائي، يعني إذا كانت الكفة تميل إلى مصلحة أو لصالح باريس سان جيرمان في لقائه مع لايبزيج، فالحقيقة في حالة حيرة فيما يتعلق بمواجهة بايرن ميونخ مع اولمبيك ليوني، لانه الحقيقه البايرن ميونخ مقدم موسم ولا اروع، واعتقد انه حتى من ناحيه الحاله المعنويه بعد تغلبه على البارسا بسكور 8-2 اعتقد انه بيدخل المواجهه دي في اعلى حالاته البدنيه والفنيه والمعنويه. في نفس الوقت اولمبيك ليوني كان عنده قدره خلال مشواره في نفس البطوله على اقصاء فرق من العيار الثقيل، وفرق كانت مرشحه بقوه للحصول على لقب الشامبيونز ليج زي اليوفنتوس وزي المان سيتي. ازاي بترى مواجهه الفرقتين مع بعض؟ ازاي بترى مواجهه البايرن مع ليون؟ اولا بدون تحيز فريق باريس سان جيرمان ظن له اولويه. لماذا؟ فقط لانه عنده لاعب مثل نيمار ولاعب مثل مبابي، يعني هذو لاعبين كبار، لاعبين يقدروا يصنعوا الفارق في اي وقت. ولو انه فريق لايبزيغ يعني كمجموعه، كطريقه لعب، كمدرب، كفلسفه لعب وكذا، ادى مشوار رائع ويقدم في كره قدم مستوى راقي، ولاعبين يعني مغمورين تقريبا على العموم في الشامبيونز ليج ودون خبره في هذا المستوى. ولهذا ربما الفرق راح يكون في هذا الجانب كذلك، من جانب الخبره في المنافسه الكبرى للاعبين مثل تياغو سيلفا، للاعبين مثل نيمار، لربما وكذلك دي ماريا لكذلك يعملوا الفارق. ولهذا نقول انه الكفه نرجحها شويه لفريق باريس سان جيرمان اكثر لهذا العاملين، عامل اللاعبين الكبار وعامل كذلك الخبرة في المنافسات الكبيرة. ولكن يبقى كرة القدم علمتنا نكونوا حذرين، وهذا فريق لايبزيغ هذا يا صراحة فريق ممتاز وفريق يلعب كرة ممتازة بمدرب كبير له مستقبل كبير جدا، ناقصنا 32 سنة اللي راح يمتعنا فريق لايبزيغ، وراح نشوفوا مباراة هجومية وراح يكون في أهداف. ولكن شخصيا نرجح الكفة لباريس سان جيرمان. فيما يخص مباراة غد العكس، الفريق الألماني فريق صراحة أقوى فريق في العالم بدون منازع، يعني في كل خطوطهم كامل لاعبين في مستوى كبير، خبره كبيره، وسط ميدان كامل جدا، هجوم، عوده ميولار الى احسن احواله، ليفاندوفسكي احسن هداف وربما احسن راس حربه في العالم الى جانب كريم بنزيما، اللاعبين الاروقه مثل نابري وكذلك كومو او بيريزيتش مستوى عالي، كيميتش من احسن مدافعي من مع ارنولد رينولدز في الرواق، دفاع متكامل في العالم، يعني فريق ممتاز، فريق متكامل، فريق بايرن ميونخ مش صدفه اللي فاز على برشلونه. فريق برشلونه صحيح كان ضعيف وكان خارج الاطار، ولكن فريق بايرن ميونخ هو القوي، هو اللي رجع فريق برشلونه ذاك النهار ضعيف، وعنده هذه التقاليد فريق البايرن ميونخ عندما تشوف في 30 40 سنه الاخيره عادة ما يفوز على عدة فرق يكون في يومه يعني بطريقة وبالأداء وبالأهداف، يعني ما يخليكش يعني ما يستاهل، يعني ما تستاهل يعطيك 8 يعطيك 8، يعني ما تستاهل يعطيك 6 يعطيك 6 يعني. ولهذا ولكن ما نقش من قيمة ليون، هذه مباراة كرة قدم، هذا الدور نصف النهائي، فريق ليون حيدافع على حضوره، شفناه بكل قوة، شفنا فريق ليون دافع بطريقة جديدة 5-3-2. وكذلك فريق ليون عنده لاعب ممتاز في مستوى عالي، الفرنكو الجزائري حسام عوار،
اللي أدى مباريات كبيرة في مستوى عالي، ربما هو تكون له اللمسة في هجوم معاكس، والمباريات السيناريو يعني كل شيء وارد، ولكن صحيح. تبقى 70 30 70% أكثر لبايرن من رأيي الشخصي، يعني تتوقع و30% النهائي لفريق يكون بي ليون. اس جي وبايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال؟ نعم من نعم تتوقع بصراحة أن يتوج بلقب البطولة؟ والله مباراة صعبة، ولكن يعني اذا كان تحيز يعني لباريس للمدينه اللي انا اقيم فيها، وكذلك نظن فريق من الاحسن فريق باريس سان جيرمان يفوز بها، ولكن صراحه كرويا صعيب باش تفوز على هذا فريق البايرن هذا. لامين كاظم المحلل الرياضي لقناة فرانس 24، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة مساء على شاشة الأهلي. الحقيقة يمكن واحنا بنتكلم على منافسات أوروبا مهم جدا السنة دي نتكلم على اليوروبا ليج. ليه بقول لحضراتكم كده؟ لأنه البطولة دي بشكل كبير شهدت عودة عملاق من عمالقة القارة الأوروبية. بكلم حضراتكم على نيرو أتزوري أو على الإنتر أو على الإنترناسيونالي أو على الإنتر ميلان، سميه زي ما تسميه، لكن واحد من عمالقة أوروبا اللي شاهد الحقيقه يمكن صولات وجولات في كتير من البطولات. احنا بنتكلم على اخر لقب اوروبي احرزه انتر ميلان كان من 10 سنين، وبالمناسبه اللقب ده كان مع جوزيه مورينيو. بنتكلم على فريق طلع اكبر نجوم لعبوا في اكبر انديه في دوريات اوروبا. بفكر حضراتكم اللي تابعوا انتر ميلان في لحظات التوهج والتالق يفتكروا هيرنان كريسبو، يفتكروا رونالدو الكبير واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في العالم، يفتكروا ادريانو، يفتكروا ريكوبا، يفتكروا فيرون، يفتكروا ماتيراتسي، يفتكروا ولويس فيجو وباتريك فييرا، اعظم من اعظم لعيبه خط الوسط اللي جت في يمكن ال 20 سنه اللي فاتوا، واسماء كتير غيرها، وزانيتي، خافير زانيتي. يعني الحقيقه فريق كان متكامل وكان بعبع، كان مرعب لاي فريق بيقابله في القاره الاوروبيه. وصاحب زي ما قلت لحضراتكم ميلان عموما يعني من المدن اللي مطلعه لنا فرقتين دايما موجودين وعندهم سجل حافل بالبطولات فيما يتعلق بالمنافسات القاريه. لكن انتر غاب لفتره طويله، كابوا استمرت يمكن ل 10 سنين سواء على مستوى الالقاب المحليه او على مستوى الالقاب القاريه، لكن الحقيقه بيرجع بشكل كبير جدا بعد ما فاز امبارح على شختار الاوكراني بسكور تقيل الحقيقه في قبل النهائي 5-0، وتأهل كمان عشان يقابل سيبيا في نهائي اليوروبا ليج. المقابلة والمواجهة مش سهلة على الإطلاق، يعني احنا بنتكلم على فرقتين، خدوا بال حضراتكم، سيبيا أو فريق إشبيلية مش بالضرورة يكون من فرق القمة في إسبانيا، لكن سيبيا على وجه التحديد في اليوروبا ليج احنا بنتكلم على 6 مرات أو دي المرة السادسة اللي بيتأهل فيها لنهائي اليوروبا ليج في ال10 سنين بتهيألي الأخيرة، وبالتالي الفريق عنده خبره في المسابقه كبير جدا، عنده حافز احراز اللقب بشكل كبير جدا، فالنهائي متوقع يكون ممتع. وخدوا بال حضراتكم سيبيا مطلع مين في قبل النهائي؟ مطلع ريد ديفلز، مطلع المان يونايتد، وبالتالي اعتقد مواجهه كبيره. لكن ماتش امبارح انا عايز اقف عند لاوتارو مارتينيز، مهاجم كامل الاوصاف، مهاجم انا بتوقع لي في خلال السنين اللي جايه ان شاء الله هيكون من اقوى ان ما كانش اقوى مهاجم على مستوى الانديه في اوروبا. هو بالتاكيد من دلوقتي الحقيقه مطمع لكثير من الفرق الاوروبيه وعلى راسها برشلونه اللي بتحاول انها تضمه لفرقتها في محاوله طبعا لاعاده بناء الفريق. امبارح كان ماتش لوكاكو مع لوتارو مارتينيز، الحقيقه الاثنين كان في حاله انسجام عنيفه جدا بينهم، واعتقد ده اترجم من خلال 5 اهداف قدروا ان هم يحطوها في مرمى شختار تأهلوا بيها لنهائي البطولة. كانتي الحقيقة مدرب إيطاليا، خدوا بال حضراتكم الماتش بتاع شختار ده جاي من 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 باك جراوند أو جاي من خلفية حالة من حالات التوتر بين كانتي المدير الفني وبين إدارة النادي، وكان في تقارير كتير جدا في الفترة الأخيرة بتتكلم على احتمال إنه كانتي ما يكملش مع الفريق، وبتتكلم وطرحت بالفعل بعض الاسماء اللي ممكن انها تتولى مهمه المدير الفني الانتر ميلان في لحظه او في فتره خوض الفريق لمباراه مصيريه، مباراه قبل النهائي اللي تاهله لنهائي اليوروبا ليج. لكن الحقيقه كونتي، ودي بقى الناحيه الاحترافيه، دي الحقيقه ممكن بشكل كبير جدا تبقى ناحيه من النواحي الاحترافيه اللي فيها فصل تام بين مهمتي كمدير فني وبين علاقتي باداره النادي. واي مدير فني على فكره بيبص دايما في مشواره مع اي نادي لعدد زي ما النادي بالظبط وزي ما اللعيبه بيحصلوا على القاب، المدير الفني كمان يهمه
بشكل كبير جدا يحصل على ألقاب. خلينا نشوف فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بكونتي مدير الفني لفريق انتر ميلان، وارجع لحضراتكم مره ثانيه. Mi preme anche dire che c'è soddisfazione anche per. أنا سعيد بالقول إننا راضون غاية الرضا، لأن المشجعين شاهدوا إنتر ميلان يتأهل أولا إلى الدور نصف النهائي والآن إلى نهائي الدوري الأوروبي، وذلك للمرة الأولى في 10 سنوات. نتطلع بالطبع إلى إسعادهم، لكننا ندرك أننا سنجابه في النهائي خصما له خبرة واسعة، لأنه فاز باللقب 5 مرات، ولذلك علينا أن نعد أنفسنا على أفضل ما يرام مثلما أعددنا لفريق شختار. حقيقة يمكن على الناحية الثانية طبعا رد فعل مدرب شختار اللي قدم مباراة يمكن ما تعكس الهزيمة الثقيلة اللي اتحققت في ماتش امبارح، لكن الحقيقة هو يمكن تماسك أو الفريق تماسك لحد الدقيقة 60، بعد كده بدأ الانهيار. والحقيقة يمكن لويس كاسترو المدير الفني لشختار بعد هزيمة الفريق الساحقة يمكن ب5 أهداف دون مقابل على إيد طبعا الإنتر في الدوري الأوروبي أو في اليوروبا ليج، كان ليه الحقيقة تعليق أيضا هنتابعه مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي. نتيجة مباراة اليوم سلبية بالنسبة لنا، فهي تترك في سجلنا علامة سيئة لم نردها. علينا تهنئة المنتصر، ففريق إنتر ميلان يستحق الفوز، لكننا لم نلعب بالمستوى الذي لعبنا به في المباريات السابقة. أود أيضا القول إننا تأهلنا بجدارة إلى الدور نصف النهائي. أتحمل مسؤولية ما حدث هنا اليوم. أنا مسؤول عن هزيمة شختار، لأن هذا لن يغير ما حققه لاعب الفريق إلى الآن. علينا ألا ننسى الإنجازات التي تحققت. نحن سعيدون بصفة عامة بأدائنا في عدد كبير من المباريات وبالنتائج العظيمة التي حققها اللاعبون. سنحلل هذه الهزيمة مثلما نفعل مع الانتصارات، لكنني لن أدع هذه العلامة السوداء تلطخ بعض الأشياء الإيجابية واللحظات الجيدة للفريق. إنجاز الحقيقة كبير لفريق بحجم شختار أنه يوصل أنه يكون من ضمن الأربعة الكبار على حساب أندية كتيرة جدا الحقيقة خرجت من البطولة مبكرا، ولكن في النهاية الحقيقة كان صعب اصطدامه بالإنتر ميلان. النهائي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة الجاية، أسبوع حافل، عندنا ماتشين قبل النهائي في سيزون. أعتقد أنه اتكروت إلى حد كبير جدا، ولكن الحقيقة دي قدرت الأندية أنها تكمله بصعوبة طبعا بسبب أزمة الكوفيد 19. دي كانت متابعة لأهم اللقطات في دوري أبطال أوروبا وفي اليوروبا ليج. بشكر حضراتكم على المتابعة، وفقراتنا في السادسة متواصلة بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم في استضافة واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن ياسر رضوان. ياسر رضوان جناح الأهلي الطائر. ياسر رضوان لاعب ولد نجما كبيرا، صال وجال خلال مسيرته في الملاعب، حيث بدأ حياته الكروية على مستوى الأندية بشكل متأخر لانضمامه لصفوف مركز شباب قريته بقطارس في دوري المدارس، قبل أن ينضم لصفوف بلدية المحلة كلاعب في قطاع الناشئين في سن 16 لمدة موسمين، ليتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالبلدية عام 1991 لمدة 6 سنوات، وخاض مع الفريق منافسات بطولة الدوري الممتاز. ومع بزوغ نجمه بشدة، سافر ياسر لخوض رحلة احترافية بالدوري الألماني لمدة 5 مواسم مرتديا فريق هانزا روستوك حتى عام 2002، وعقب الاحتراف عاد رضوان لصفوف النادي الأهلي لمدة 2 موسمين ليحصد خلالهما بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، قبل أن يعود مجددا لبلدية المحلة في تجربة استمرت لعامين.
شارك رضوان خلال مشواره بالمستطيل الأخضر في 4 بطولات إفريقية أعوام 96 و98 و2000 و2002 مع منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة الأمم الإفريقية عام 96. واتعملت واحدة طويلة ويلا ياسر ياسر رضوان وخد ياسر على جوه يلا ياسر الهدف الرابع ياسر رضوان. ومثل مصر في منتخب إفريقيا عام 97 ولعب مع الفراعنة في كأس القارات بالمكسيك عام 99. اختتم ياسر رضوان مشواره مع الساحرة المستديرة بقميص فريق الأولمبي السكندري عام 2007 في تجربة قصيرة استمرت لستة أشهر في سن 35. عقب اعتزاله لكرة القدم عمل بالتدريب في النادي الأهلي كمدير لفرع أكاديمية بلبيس في الشرقية، ثم بمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة ثم فريق 18 سنة، وحصل معه على بطولة الجمهورية. كما عمل رضوان مديرا فنيا في ناشئين الأهلي تحت 19 عاما، ثم مدربا بالفريق الأول للأهلي تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي في مايو 2012، والذي أعقبه التعاقد مع مانويل جوزي في نفس الموسم، ثم تولى نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. انتقل للعمل بعد ذلك كمدير فني لفريق نبروب بدور القسم الثاني، ورحل عقب أحداث استاد بورسعيد ليسافر للعمل كمدرب مع فريق النصر الليبي، ثم مدير فني لمنتخب مصر للشباب. برحب بحضراتكم من جديد في استوديو السادسة. الحقيقة ضيفي النهاردة واحد من اللعيبة المميزة دوليا مع المنتخب ومحليا مع النادي الأهلي، صاحب رحلة احتراف مميزة جدا. ضيفي النهاردة واحد من اللعيبة المميزة اللي كان سبب في سعادة جماهير الأهلي، الحقيقة كان نفسها أنه ينضم للنادي قبل كده بكتير، لدرجة أنه لما انتقل للأهلي هتفوله في المدرجات في أول مباراة لي مع الفريق. ياسر رضوان فينك من زوان؟ منور جدا يا كابتن ياسر، منورنا في استوديو السادسة. طبعا بشكرك جدا يا سارة على المقدمة الرائعة دي، وسعدنا أنا موجود معاكي، واتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح بإذن الله. كابتن، يعني مش هينفع بقى ان احنا ما نبداش ببلدية المحله كده، نبدا من البدايه من الاول خالص قبل ما نروح النادي الاهلي وانجازات حضرتك مع المنتخب، نبدا كده بدايتك مع الكوره. بدايتي طبعا زي ما كلنا سمعنا كده ان هي كانت بدايتي كانت في المدرسه، وكان عندنا مدرس تربيه رياضيه والكابتن محمد محيسن، ده كان شغال في نادي البلديه. هو شافني وقال لي ممكن تيجي وبتاع ومش عارف ايه، قلت له ان شاء الله. فحاولت ان انا اروح مره في الثانيه، فالناس قالوا لا انت تبقى كويس نأيدك وكده يعني. وبدات بقى مشواري من ناشئين بلديه المحل لحد ما صعدت فريق اول مع كابتن احمد شعراوي، وصعدنا من ممتاز بالممتاز سنه 91. ده كانت بدايه بقى الانطلاقه الحقيقيه يعني. وبعد كده لعبت 5-6 سنين في نادي البلديه دوري ممتاز، غير السنه اللي هي ممتاز بيه وسنتين ناشئين. لعبت 6 سنين، لعبت منتخب مصر وانا في البلديه، لعبت اول بطوله امم ليا سنه 96 مع مستر رود كرول، لكن اول واحد ضمني المنتخب هو طبعا كابتني الكبير والعظيم الكابتن محسن صالح. هو ده اول حد جابني، يمكن انا قابلته من فتره قريبه جدا من حوالي اسبوعين، وكنا بنتناقش انا هو وكان الكابتن زكريا ناصف موجود، وبيقول لي انت فاكر لما جبتك المنتخب اول مره ومش عارف ايه، قلت له طبعا. المهم قعدنا نتذكر بعض الذكريات مع الكابتن محسن. خدت احسن باك رايت في البطوله. من بعدها بقى جاء عقد الاحتراف، يعني كان عندنا مستر هانز شمت، ده كان مدرب نادي البلديه في فتره من الفترات، وكان بعت لي دعوه قبل كده قبل ما انضم للمنتخب، لكن انا ايه يعني بصراحه كان منتخب مصر بالنسبه لي كان حاجه تانية خالص، ان انا لازم الاول العب منتخب مصر، ده كان كل طموح ان انا العب منتخب مصر. حته الاحتراف 96 خدت احسن باك يمين يا كابتن، صح؟ تمام. عايزين بس ذكريات كده بطوله 96. بطوله 96 لعبنا اول مباراه تقريبا مع انجولا او مش فاكر مين بالظبط يعني. المباراه دي انا عملت هدفين للكابتن احمد كاس،
ويمكن هي دي كانت فعلا اللي خلتني سمعته طول البطوله اول مباراه، مع ان احنا طلعنا من دور الثمانيه. انا هستاذنك بس يعني فضلي. في خبر عاجل جالنا ان محمود متولي هيجري جراحه رباط الصليبي غدا باذن الله، نتمنى له اكيد الشفاء العاجل. يعني هننتقده جدا الفتره اللي جايه في ماتش الزمالك او افريقيا، نتمنى له الحقيقه السلامه للاعب. على قد ما انا كنت سعيد بمستواه الفتره الاخيره متولي، وكان من العناصر فعلا اللي تقدر تقولي عندنا قلب اسد في خط الظهر. فعلا يا كابتن اتصاب في وقت، يعني طبعا اتمنى له الشفاء، يعني اتصاب في وقت ان هو كان بصراحه وصل للمستوى او الفورمه المطلوبه، يعني تمنياتي يعني. اللي بالشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع لذكريات 96. كان مستر رود كرول هو اللي ماسكنا في البطوله، وكان معاه كابتن محسن صالح. الحمد لله أدت مباراتين تانيين كويسين وخرجنا في طور الثمانية، ومع ذلك برضو ادوني أحسن باك رايت في أفريقيا. جالنا عرضين أنا وكابتن حازم إمام، قعدنا مع بعض وكلاء اللاعبين من إيطاليا. كان كابتن حمد إمام رحمة الله عليه كان هو اللي موجود معنا في الفترة دي كمان، لأنه كان بيعلق على المباراة من هناك. فترجم لنا، كنت قاعدين احنا الأربعة، أنا وحازم وكابتن حمادة والراجل الايطالي ده، فقال احنا هجيب لكم عروض في ايطاليا وكده ومش عارف ايه. فانا كان اوريدي كان عندي العرض بتاع المانيا، بس منتظر ان انا العب البطوله وبعد كده هسافر يعني. فالحمد لله ربنا كرمني في البطوله، عملت بطوله كويسه. بعد كده بدات بقى ايه اتجه للعرض بتاع المانيا. في الحقيقه انا كنت رايح، يعني انت عارف يا ساره، ما كانش الميديا زي دلوقتي او الاعلام زي دلوقتي. أكيد. او دلوقتي لو عندنا لعيب محترف ولعب مثلا اخر خمس دقائق بتلاقيه كل منتشر طبعًا. في كل السوشيال ميديا وكل الناس عارفه اخباره. فانما في الفتره اللي احنا كنا فيها صعب انك حتى تتفرج على مباريات الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، كنا بنتفرج على النهائيات بس. وطبعا كلنا زي بعض، يعني معظم الناس ما عندناش غير التلفزيون اللي هو يعني العادي، ما كانش حتى اصلا ما فيش دش وكلام من ده في الوقت ده. فانا بصراحه ما هروح العب في الدوري الالماني ازاي؟ بعدين انت عارف انا راجل يعني من المنصوره، وافتخر ان انا فلاح الحمد لله. طبعا الموضوع برضو ما تقدريش تستوعبيه بسهوله. كنا بنتكلم في تفصيله انك اصريت انك تتجوز يا كابتن قبل الاحتراف، صح؟ المشكله انت هتتعبيني يا ساره عشان انت عارفه كل حاجه. يعني لما بقعد مع حد مش قوي في الحاجات دي هتعدي. بقدر اكلفته واعدي. هتعدي؟ لا هتعدي. طبعا انا كنت خاطب زوجتي قبلها بسنتين، وكنا المفروض في السنه الثالثه، بعد السنه الثالثه هنتجوز. فالعرض جاء بعد السنه الثانيه على طول. قبل ما تخلص كمان يعني. انا رحت عملت الاختبارات ورجعت، وكان قدامي اسبوع ولازم ارجع عشان الدوري كان بدا هناك يعني. فرحت لعمي رحمه الله عليه لما رجعت، وقلت له انا لازم اتجوز خلال اسبوع. اولا كانت البيت عندي متشطب، ما كانش لسه خلص. وطبعا المدام ما كانتش لسه جهزت اي حاجه ليها، ولا يعني مجهزه حاجات لكن مش كل حاجه. كان ليه تفكيرك كده يا كابتن وقتها؟ يعني ليه لازم تتجوز قبل ما تسافر؟ انا كنت شايف الموضوع هيبقى استقرار اكتر يعني. وبعدين انا مش هبقى لوحدي، يعني في حد هيشجعني على الحياه جديده جديده خالص بالنسبه لي. ما اعرفش ايه اللي منتظرني هناك. لو انا عندي حد يقدر يساعدني على الموضوع ده اكيد يعني هيفيدني. أكيد. كتير اكيد، خصوصا لما تكون زوجتي، غير اي حد تاني، غير صاحبي، غير اي حد تاني. فالحمد لله يعني قلت لها انك هتتجوزه خلال اسبوع، يعني حصل شويه حاجات كده واقنعنا عمي بالعافيه يعني وكده. لكن في الاخر الحمد لله تمت. طب بالمناسبه يا كابتن، يعني شايف انه الاستقرار الاسري يعني مهم جدا للاعب الكوره قبل ما يحترف، حتى في الفتره اللي احنا فيها دي؟ يعني هو بنسبه 90%. انا لما اكون عندي استقرار اسري، ان انا برجع بيتي بلاقي اكل كويس، بقدر اخد راحتي. انا لما اكون شاب وما عنديش اسره او مش متزوج ورايح احترف، في انبهار. في انبهار لما تطلع من مصر بعاداتها وتقاليدها، تنتقل لاوروبا بعاداتها وتقاليدها، اكيد في انبهار. كنت خايف تتأثر بعاداتهم وتقاليدهم؟ مفيش شك بصراحة يعني. لكن الحمد لله زي ما انت قلت يا سارة، ان حتة الزواج قبل ما اسافر دي وإصرار عليها، يعني عملت لي حتة الاستقرار، وحتة ان انا قدرت اكمل 6 مواسم الحمد لله بنجاح يعني. طيب سافرنا بقى واحترفنا في ألمانيا. هانز روستوك.
كان وقتها يا كابتن ده كان وقتها فريق كبير يعني، يعني وقتها ده كان كنا بنكسب بايرن، كانوا بيكسبوا بايرن اه بالظبط الجيل يعني. الذهبي انتوا هو احنا طبعا الفتره اللي احنا قعدناها، انا قعدت 6 سنين، كابتن عمارة قعد 3 سنين ونص معايا. هقول لك انا حاجه حصلت يمكن بعد تقريبا 3 اسابيع من التمرين، جهزت كل لبسي في الشنطه وناوي الرحيل يعني. ليه؟ الحياه صعبه جدا جدا بطريقه ما تتخيلهاش. ما انا لسه زوجتي عشان تيجي لازم ابعت لها دعوه، ويعني قصه كده بتاعت ايه الصعوبات اللي واجهتك يا كابتن تخليك بعد 3 اسابيع تحضر الشنطه؟ اولا يعني انجلش مفيش، تمام. عربي بالعافيه تمام. ال مش قادره اتعامل. فضلت حوالي تقريبا 3 اسابيع اكل ساندوتش واحد وهي حاجه واحده. كانت حاجه اسمها دونر تركي. الوحيد اللي عارفه ان هو حلال، فاخلص تمرين الصبح اطلع عليه اكل الساندوتش واطلع على البيت. الساعه 5 الضوء العصر النهار يعني الشمس مش عايز اقول لك عامله ازاي، وانا اخش انام. ما انا مش عارف اي حاجه ومش فاهم اي حاجه، والتلفزيون كله بالالماني ولا عارف برضه اتفرج على ايه. مفيش حد من اهلك بتتواصل معاه بقى يقف في ظهرك؟ 96 دي كانت لسه يعني دخول حتى الموبايل يعني لسه ومش موجوده الا في القاهره. يعني في المحافظات ما كانش بيشتغل، كان شغال بس القاهره. طب وايه اللي صبرك؟ ايه اللي قواك وخلاك تكمل؟ بصي انا طبعا الحمد لله انا كنت من اسره متواضعه، حطيت مشوار حياتي كله قدام عينيا، ان انا يعني بعد كل ده انا لعبت 6 سنين في البلديه دوري ممتاز، وكان بقالي سنه في منتخب مصر، ما قدرتش اعمل اي حاجه. انا بكلمك بكل صراحه يعني ما كانش معايا غير 4000 جنيه. هي دي كانت تحويشه العمر من وعربيه كنت شاريها ساعتها ب 18000 جنيه. بالظبط زي ما بقول لك كده يعني، والعربيه دي اتباعت في الجوازه كمان يعني. كمان. كان لازم تكمل يا كابتن. فبصراحه يعني من مع شده الحياه هناك وصعوبتها قلت لا لازم يعني خلاص. والله انا بكلمك بكل صراحه ان انا فعلا قفلت شنطتي وخلاص يعني تعبت، واحنا كنا حاطين شرط في العقد لو انا ما قدرتش اتاقلم من حق الرجوع بدون اي شروط جزائيه. تمام. بس انا قلت يعني برضو هرجع والدنيا والناس وهيقولوا عليك ايه وفشل ومش فشل ومراتي اللي لسه هتيجي، ويعني الموضوع كان هيبقى اسوأ يعني. فقدرت ان انا الحمد لله اكمل، وقدرت ان انا ابقى ليا مكان اساسي في الفريق، والناس هناك يعني كان جيت في فتره من الفترات بيعتبروني الماني يعني، قالوا لي خلاص احنا حاسين انت مننا، مش احنا حاسين ان انت عمود من عمدان الفريق، ما ينفعش انك تمشي، احنا في ناس بنمشيها ونجيبها كل سنه لكن انت لا. في ناس كده 5 6 7 لعيبه في الفرقه ما ينفعش يمشوا، دول لازم يبقوا موجودين ونكون عليهم كل سنه، نغير ناس نجيب ناس. ف انت نجم من نجوم الفريق يا كابتن فعلا. والله الحمد لله انا لعبت 134 مباراه هناك يعني، بصرف النظر بقى عن فترات الاصابه اللي انا كنت بتصاب فيها يعني حوالي لو جمعناها كده تطلع لها بتاع 8 شهور ولا حاجه اصابات. لكن الحمد لله كان الناس بتعتمد عليا بشكل اساسي، كانت علاقتي بيهم فوق الممتازه. كان عندي اصدقاء من المانيا، اسر كانت بتيجي تزورني هنا في مصر، لكن الفتره الاخيره طبعا مع الظروف اللي بتحصل دي بطلوا ييجوا يعني. علاقتي بالنادي لسه مستمره الحمد لله. طب الاحتراف فرق معاك في ايه يا كابتن؟ في تفكيرك وفي في حياتك بشكل عام؟ بصي يعني طبعا هو ما فيش شك ان هو فرق معايا يعني. فرق معايا فعلا زي ما حضرتك قلت في 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 تفكيري، في اسلوب حياتي، في نظامي والتزامي يعني. انا في الاول صحيح كنت بنام الساعه 5، لكن بعد ما زوجتي وصلت بقيت انام الساعه 9. حته النظام والالتزام مهمه جدا لعيب الكوره. لعيب الكوره بينهي حياته ولسه في ناس بتبدا حياتها العمليه. لان انت على في ناس بتبطل 30، في ناس ما بين ال 30 وال 35 اللاعب بيبطل، بيبقى في ناس لسه هتبدا حياتها العمليه. المفروض كل لعيب يفكر فيها كويس. انت بتفكر انك عايز تخرج وتروح وتيجي وبتاع، ما انت عندك الحياه بعد كده تقدر تخرج وتروح وتيجي، لكن الفتره دي مش هتقدر ترجع ثانيه فيها. الثانيه اللي بتعدي صعب ان هي ترجع. فانا بقول لكل لعيب استفيد من كل لحظه انت بتلعب فيها كوره، لان بعد كده هتندم على كل لحظه عدتها من غير ما تستمتع فيها بلعب الكوره. الحياه الاحتراف نظمت لي حياتي.
غير تفكيري خالص. صحيح الواحد مثلا انا هنقول احنا من قريه، لما بروح المركز غير الناس اللي بتفكر في المركز، أكيد غير القريه، أكيد في المحافظه غير المركز، طبعا في القاهره هنا غير المحافظات كلها كمان يعني. فاكيد التفكير بيتغير وبيتغير للاحسن. بدات اخد الحاجات الكويسه اللي ممكن تفيدني في حياتي، الحاجات طبعا اللي هي غير عاداتنا وتقاليدنا ببعد عنها. هم كانوا بيحترموا ده فينا جدا، حته الصوم حته الصلاه، كانوا يعني ناس فعلا يبقى بياخد دش مثلا وانا بصلي يجي يعدي يقوم راجع. استغربهم ازاي انت بتفضل طول اليوم من غير لا اكل ولا شرب وممكن تلعب 90 دقيقه وتبقى افضل من اللي موجودين وبدون ما بتشرب ولا بتاكل. فكانت حاجات بصراحه ممتعه، وهم كانت بتشد انجذابهم جدا لدرجه ان في بعض الناس فيهم خاصه بتوع العلاج الطبيعي كانوا يقولوا لي احنا عايزين القران بس ممكن تجيبوا لنا بالالماني، عايزين نقرا عايزين نشوف. طب على الجانب الثاني تعرضت لمواقف مثلا مش كويسه خلال فتره الاحتراف دي، موقف ما تنساهوش مثلا؟ هي مره واحده في الاول خالص روستوك دي هي يعني ايه المانيا الشرقيه، فكان فيها عنصريه قويه يعني. وقبل ما اروح تقريبا بشهر او اثنين كان في 20 واحد ماتوا في على محطه القطر تراكوا بسبب العنصريه يعني، وحرقوا بيت بتاع اللجوء بتاعه، حاجات كده كتير. فالمهم يعني الحدث الوحيد اللي حصل معايا، احنا كنا بنسخن في مباراه وحد حدف عليا علبه من العلب اللي هم بيشربوا فيها دي. بس طبعا يعني عشان انا عربي يعني ده موقف حصل، وحصل رد فعل كويس جدا من الجمهور نفسه، وبقى في لافتات في المدرجات احنا بنحب المصريين واحنا معاك وانت مننا والكلام اللي هو طبعا طبعا انا طلعت في الاداره وكنت زعلان جدا، لكن الناس بصراحه تفهموا الموقف واعتذروا لي كتير. بس من زمايلك في الفريق يا كابتن او الاداره او كده ما كانش في اي نوع من خالص بصراحه يعني. هو في الاول طبعا مفيش شك ان انت واحد اجنبي جاي يعني طبيعي، هو كان كده في عنصريه اصلا في البلد، لكن بعد فتره ومش طويله الحمد لله ان كان في لعيب في الفرقه قبليه افريقي جوني اجبابوري، ده كان بيلعب منتخب نيجيريا، كان موجود وكان من العناصر الاساسيه في الفرقه، فكان برضو مسهل لي الامور شويه، ما كانش مصعبه عليا، فقدرت اندمج مع الناس بسرعه. وبصراحه هي حته اللغه برضو اللي فرقت معايا في الاخر يعني، بعد حوالي سنه كده بدات افهم واخبط يعني افهم واخبط كلمه من الشمال على كلمه من اليمين بيفهموني. لا هي الميزه فيهم ايه، ان هم هو لازم يفهمك او هو عايز يفهمك، فبيجمع الكلمه من هنا ومن هنا ويبدا يعمل لي انا الجمله اللي انا عايز اقولها ويوضحها لي. لكن بعد سنه ونص الحمد لله كنت بفهم وبقدر اتكلم، فالحياه كانت بالنسبه لي تغيرت 100% يعني بعد ما قدرت اتكلم الماني. من الواضح ان لسه في حكاوي كتير قوي مع كابتن ياسر رضوان، لكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن ياسر رضوان، منورني في الاستوديو يا كابتن. روح بقى للنادي الاهلي 16 سنه، عايز تقول حاجه يا كابتن؟ لا محدش يطلع مع ساره يا جماعه. 16 سنه اختبارات النادي الاهلي، كان عندك 16 سنه، وتقريبا خال حضرتك اشرف السرساوي كان في النادي الاهلي. تمام، انت جايب الحاجات دي منين؟ بنذاكر يا كابتن، احنا معانا فريق اعداد قوي جدا. ما شاء الله، والله حاجه تفرح، والله انتوا جايبين حاجات فعلا ما حدش يعلمها غير او بعض الناس القليله جدا. وبعدين بنحبك يا كابتن فمذاكرينك اصلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كان خالي اشرف في الوقت ده كان بيلعب في النادي الاهلي، وكان موجود في ماتش الكاس بتاع اهلي وزمالك اللي الاهلي لعب بالناشئين فيه وكسب، ونزلت اخر ربع ساعه وبعد كده انتقل للمقاولين. المهم كنت انا في البلديه في الناشئين ساعتها، وجيت الاختبارات طبعا عن طريق خالي، وعديت اختبار والتاني والتالت، التصفيات عارفه ان هي بتبقى كتير جدا يعني. كان حلمي يا كابتن انك تلعب للنادي الاهلي؟ طبعا، من وانت صغير يعني؟ طبعا مفيش شك يعني، خاصه كمان لما خالي كان موجود بقيت مشدود اكتر للنادي الاهلي يعني. طب ولما لقيت بقى الحلم ده بيتحقق كده؟ الجزمه اتقطعت والله. لا احكي لي. انا عديت 3 4 اختبارات، والمهم كان فاضل اختبار او اتنين،
كان معايا جزم الكوره اتقطعت، يعني اتقطعت ما ينفعش حتى تتلزق او تتصلح او اي، خلاص هي يعني الوقت الافتراضي بتاعها انتهى فعلا، انتهى خالص يعني. فاضطريت ان انا امشي يعني قبل الاختبار الاخير، او كان فاضل اتنين يعني، وما كانش فيه نصيب. وبعد كده بتوع البلديه عرفوا فكلموني، تعالى عشان احنا مسافرين لبنان في بطوله هناك ومش عارف ايه. وطبعا ولد صغير 16 سنه، ف هلعب فريق اول وبتاع، هات الجواز بتاعك، وديت لهم الجواز وخلاص يعني. موضوع الاهلي بقى ايه خلاص يعني، كان امل وراح يعني بسبب السوري يعني الحذاء يعني. وبعد كده خلاص بقى مشيت مع البلديه يعني. طيب، واكتر ماتش فاكره ليك ومش بتنساه، اكتر ماتش مش بتفتخر كده لما بتفتكره؟ هو يعني ايه، خلينا نقول ثلاث مباريات. اوكي، اديني فرصه دي اقول ثلاث مباريات. طبعا اول مباراه هي بطوله 98 وماتش زامبيا، لان في ماتش زامبيا احمد ابني اتولد في نفس اليوم. يمكن انا خلصت المباراه وطلع مبسوط فبكلمهم، قالوا لي مبروك انت احمد وصل. قلت الحمد لله، فكان بالنسبه لي حدث سعيد من كل النواحي. طب انا ممكن اقول ان بطوله 98 دي اغلى لقب انت حققته؟ تقريبا يعني هي دي اغلى حاجه بالنسبه لي. نكمل المباراه الثانيه. المباراة الثانية كانت مع هانزا روستوك، المدرب بتاع فرق كولن كان هو مدرب هانزا روستوك قبلها بسنة، وكان ده يعني أبويا يعني كده، زي ما بقول لحضرتك كده إن هو كان أبويا، كان يمكن بيزورني في البيت هو ومراته، وكانوا يجيبوا هدايا لأحمد، ويعني كان متعايش معايا تماما يعني. والمدرب بتاعنا كان ممكن يمشي بعد الماتش لو خسرنا، وكنت راجع بعد 3 شهور و21 يوم من الصليبي، واول ماتش ليا وقعد احتياطي، والنتيجه 0-0. ربنا كرمني في الماتش ده، نزلت ما بين الشوطين، في نص الشوط الثاني قدرت احرز هدف. ده من الماتشات برضو اللي يعني بعتز بها جدا. ثالث ماتش وهي بطوله السوبر مع النادي الاهلي، ضد نادي الزمالك في الكليه الحربيه بضربات الجزاء، مع مستر اوليفيرا. ده من الماتشات برضو اللي انا بعتز بها جدا، مع ان انا جايب فيه جونين او ثلاثه في مع النادي الاهلي، لكن المباراه دي يمكن انا صحيح حطيت ضربه جزاء بس، لكن يعني عارف انت لما تبقى في الملعب وتاخد بطوله باسم النادي الاهلي، ده في حد ذاته يعني شرف كبير لاي حد. طب كواليس رجوعك للنادي الاهلي كابتن في 2002؟ قبلها انا كنت مصاب، كنت في بطوله 2000، بطوله افريقيا اللي كانت في نيجيريا، ورجعنا وجالي الصليبي يعني. كان عندك 28 سنه. الصليبي الصليبي جالي هنا في مصر مع المنتخب، كنا بنلعب اول ماتش في تصفيات كاس عالم مع كابتن جوهري، وطلعت بعد حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه من الماتش. المهم قعدت اتعالج، عماره اللي كان بينزل في الوقت ده المنتخب، فقابله طبعا مسؤولين في النادي وكلموه كابتن صالح رحمه الله عليه، قال له يا ابني احنا عايزينكم ترجعوا انت وياسر وتبقوا موجودين. بعدها طبعا كابتن خطيب هو اللي تولى الملف. عمارة رجع من المنتخب، لقيته بيكلمني بيقول لي كابتن خطيب. قلت له يا كابتن خطيب انت عايز ايه؟ عايز يكلمني انا؟ قلت له، قال لي قلت له خلاص هكلمه. طبعا يعني حاجه بالنسبه لي كانت كبيره، انا مش عشان واحد من ابناء النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي او شغال حاليا في النادي الاهلي ان انا همجد في الكابتن خطيب، لكن الكابتن خطيب بكلامي او من غير كلامي اكيد هو حاجه كبيره اكيد يعني. مش بس عند الاهلاويه، عند كل الناس وفي الوطن العربي والافريقيا كمان. حصل الحوار، الكابتن خطيب كلمني، ازيك يا ابني عامل ايه؟ تمام يا كابتن الحمد لله، شرف كبير ان اكلم حضرتك. قال لي يا ابني احنا النادي الاهلي محتاجكم وبتاع. قلت له احنا لنا الشرف ان موجودين، لازم ترجع، وانت عندك ولاد ايه؟ قلت له والله عندي احمد ويوسف. طب ولادك دول المفروض يتربوا في بلدك. المهم قعد يكلمني شويه كويسين. طبعا هتقولي ايه؟ ما تقدريش تقولي حاجه غير حاضر ونعم. طبعا. وتم الاتفاق، وفي اول نزول ليا كنت ماضي، وكان فاضل لي تقريبا هناك حوالي سنه وشهرين في العقد بتاعي. قعدت مع كابتن باشمهندس عادل القيعي، ويمكن كان اسرع تفاوض حصل في التاريخ. يعني قرار الرجوع ما كانش صعب يا كابتن. الصعوبه بعد كده صار يعني، الصعوبه حصلت بعد كده. انا في الفتره دي كنت مصاب ومضيت في النادي الاهلي وخدت مقدم، رجعت اتعالجت لعبت،
كان عداني 8 مباريات لعبت 24 مباراه المتبقيين. بعد ما لعبت الدور الاولاني خالص كان فاضل 6 شهور والدوري يخلص وعقد انا كمان يخلص، فالناس قعدت معايا عايزين يجددهم وبتاع ومش عارف ايه فانا بقيت بقى ايه لسه يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا مضيت دلوقتي لان ممكن يوقفوني وكده، لان المده القانونيه ما كانتش لسه عدت يعني كان لسه بدري عن 6 شهور. ف بقيت احط لهم عراقيل تدوني جنسيه تشغلوني في النادي بعد مش عارف ايه بعد ما اخلص لان ده هيبقى اخر امضاء ليا. طب الراتب بتاعي لا العقد مش عارف اخد، بقيت اضرب لهم بقى ارقام عشان يقولوا لا. المهم يعني في الاخر وافقوا على كل حاجه، قعدنا شهر نعذب في بعض هناك وانا اعذبهم، وفي الاخر قلت لهم بصراحه انا ماضي في النادي الاهلي. طب امضي. طبعا بعد ما سابوني فتره واتصدموا جه المدير الفني قال لي طب امضي واحنا هنخلصك من النادي الاهلي ده. قلت له ما ينفعش ده انا ما اعرفش اخش مصر. قال لي ايه؟ قلت له زي ما بقول لك انا ما اعرفش اخش مصر. تعرف يعني ايه يبقى ماضي النادي الاهلي وامضي تاني في حته تانية واخد منهم فلوس؟ لا انا احب احافظ على كلمتي. ده كلام مهم في وقت مهم يا كابتن. والله 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 ما بكذب في كلمه من اللي بقول لك فيها. اكيد صدق يا كابتن طبعا. ان ده حصل ورقم في الوقت ده رقم كبير جدا اللي كنت هاخده في 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 السنتين او الثلاث سنين. ومقابل الرقم اللي هنا ما كانش يبقى فيه نسبه وتناسب خالص. خالص يعني الراتب السنه هنا بمقام شهرين هناك. يعني انت يا كابتن لو رجع برضو الوقت هتعمل ده تاني؟ يعني في ناس دلوقتي تقول لك خلاص بقى ده عصر الاحتراف والفلوس هي اهم حاجه، ولا الانتماء اهم يا كابتن؟ في قيم وفي مبادئ. ياما لعيبه كتير مشيت من النادي الاهلي بسبب الفلوس بس ما عرفتش ترجع النادي الاهلي، وعندها استعداد ترجع الفلوس وترجع النادي الاهلي. وفي امثله حقيقيه كتير وما فيش داعي لذكر اسماء حد يعني عشان ما نجرحش في حد يعني. اكيد. يعني البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعمل البني ادم. لكن الكيان انك تبقى في كيان زي النادي الاهلي الزمن بيمر والناس بترحل، لكن النادي الاهلي باقي او الكيان باقي. ما بيقفش على حد. وناس كتير يمكن انا اهلاوي ولعبت في النادي الاهلي بس في اجيال انا ما اعرفهاش، في ناس انا ما اعرفهاش. هنعدي وفي ناس هتيجي برضو مش هتعرف الاجيال اللي موجوده دلوقتي. لكن هتعرف حاجتين اتنين بس يعني، الناس اللي كانت مميزه قوي والناس اللي كانت خاينه قوي. هم دول بس اللي هتعرف، غير كده لا. طيب يا كابتن، اصابه الصليبي ممكن نقول ان هي اثرت عليك؟ يعني هي اللي خلتك تعتزل بدري؟ يعني حضرتك اعتزلت مثلا ممكن نقول ايه 33 سنه؟ 35 مش بدري ولا حاجه، بس هو يعني ايه زي ما انت قلت يا ساره هي اثرت. انا رجعت 30 سنه من بره. الحمد لله انا من اللعيبه اللي كان زي احمد فتحي كده مقاتل في الملعب. ايوه ده كانت طبيعه اداء لعبي يعني. كان نفسي مدتي في النادي الاهلي تطول اكتر من كده. كان نفسي يعني انا رجوع للنادي الاهلي مش ما كانلوش علاقه بالماديات ولا انا كنت راجع، ويمكن الكابتن عماره كان هو اللي دايما يقول احنا محتاجين بطولات. يعني لما تيجي تفتح السي في بتاع ياسر رضوان وهو لاعب محتاج بطولات، يعني انت على مر التاريخ كاس كالسوبر بطوله افريقيا مفيش غير دول يعني في تاريخه كله في البطولات. لعبت منتخب 4 بطولات، لعبت بطوله قارات، لعبت مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، لعبت بطوله اوروبا مع هانزا روستوك سنه 98. بس كل ده برده مش ما يقويش السي في بتاعي كلاعب غير ان انا ايه حتى الانجازات اللي في هانزا روستوك مفيش، هو ده بس الانجاز الوحيد يعني. وظهورك بالشكل ده وتبقى من الجيل الذهبي للنادي ده وقتها هو انجاز ماشي اوكي، بس طبعا في الاول اقوى الانديه يعني البطوله حاجه ثانيه يعني. زي ما قلت لك قبل كده ساره، يوم ما رفعت الكاس السوبر هنا في استاد الدفاع الجوي في الكليه الحربيه كان شعور ثاني خالص. واحنا راجعين عشان نعمل ده يعني عشان ناخد 3-4 بطولات دوري كاس لا بطوله افريقيا. الاصابه اثرت عليا لدرجه ان انا في المنتخب وكابتن محسن موجود طبعا. جيت في 2003-2004 اعتذرت له قال لي مش هينفع انت كابتن المنتخب. كنت انا كابتن المنتخب في اخر مباراه كنا بنلعبها في تصفيات افريقيا، كانت في مش فاكر تقريبا مدغشقر يا موريشيوس، وخسرنا 1-0 في اليوم ده. رجعت قلت له انا ركبي مش مستحمله، انا عامل 5 عمليات ما عدتش مستحمل المنتخب والنادي. والدنيا عندنا في النادي شويه كان في شويه هزه كده،
في مستوى الفريق، فانا محتاج ان انا اركز اكتر في النادي. قال لي خلاص نعمل اعتذار وانا اقبله وخلاص، يعني طالما دي رغبتك وكده، يعني مع انك انت من العناصر المهمه في المنتخب وانت كابتن المنتخب. قلت له معلش يا كابتن سامحني وكده يعني، واعتذرت في المنتخب وكملت. وفعلا لو يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، لكن الاصابه حرمتني من ان انا اكمل فتره اطول في النادي الاهلي وانا لاعب. طيب كابتن، عايز اتكلم عن دور كابتن محمد صلاح في حياتك وتطور في الناحيه اليمين، ساعدك هو بشكل كبير. مالك يا كابتن، بتجيب الحاجات دي منين؟ كان الكلام ده تقريبا 93 على ما اعتقد او 92. كابتن فاروق جعفر مدير فني، كابتن محمد صلاح مدرب عام. انا كنت عامل زي القطر كده، لازم يعني عندنا سور في النادي البلديه كده في الاخر، ما كانش فيه مدرج ورا الجول، عشان اقف لازم اخبط في السور الاول. فده يعني يقول لي يا ابني انت قطر، ما تنزل من العضيب ده شويه، كابتن محمد صلاح. فالمهم بدا ياخدني بعد كل تمرينه يعمل معايا شغل فني في الملعب لوحدي، يعني بعد كل تمرين. قعدنا على الموضوع ده حوالي بتاع يجي شهر تقريبا. الحمد لله بدات، مش هقول لك ان انا من بعد الشهر بقيت يعني كريستيانو، لا يعني يعني لو اداني خمس حاجات بقيت اعمل اتنين، وواحده واحده جت الثالثه. بعد كده بدات اكمل نفس في الفتره بعد كده. مفيش شك ان هو فرق معايا جدا كابتن محمد صلاح، وكابتن محمد صلاح من المدربين الكبار اكيد، ومن افضل مدربين في الكوره انا شفتهم بعناية بيشتغلوا. اتمنى له التوفيق طبعا، وبقول له هارد لك النهارده ماتش طنطا، لكن الجاي افضل ان شاء الله. طيب كابتن محمد عمار بقى، هو انت الناحيه اليمين هو الناحيه الشمال، كنتوا مع بعض في حاجات كتيره قوي تقريبا من المدرسه كمان. الله، بلديه المحله وهانزا روستوك، يعني ده عمر. طبعا عشرة عمر كابتن محمد عمارة، واخويا وصديقي، وترابط اسري كبير جدا بيننا وبين بعض، والزوجتين برضو كمان، والاولاد، يمكن لدرجه الاولاد هم بيتعاملوا اكنهم اخوات، مش اصحاب، لا اخوات فعلا. يعني عمارة كان معايا في المدرسه، كنا في الصنايع مع بعض، نفس البتاع تقريبا. وفي يوم قلت له ايه رايك لما تيجي تلعب معايا في البلديه ومش عارف ايه، قال لي صعب. قلت له تعال جرب ومش عارف. المهم ايه، ركبنا الاتوبيس اياميها بتاع شركه غزل المحله ورحنا، لان ده المواصله الوحيده اللي دايركت على طول. رحنا وصلنا للراجل عماره، مجرد ما يلمس الكوره عماره كان حاجه مش طبيعيه كمان يعني. مجرد ما لمس الكوره قال لي بس ده انا عايزه. قلت له خلاص يا كابتن اتفضل، هقول لك لا، خلاص يا عماره انت بقى شوف الكابتن. المهم ظبط مع الكابتن وبدا الرحله بتاعته في البلديه معانا. انا فاكر له اول مباراه لعبها كانت تقريبا مباراه الاسماعيلي وبلديه المحله في استاد غزل المحله، وعماره كان من نجوم المباراه، وكان لسه ساعتها سنه 17 سنه تقريبا، حاجه زي كده يعني، او 16 سنه، كان اصغر لعيب في الملعب يوميها. وبدا بقى انطلاقته من هنا عماره. فضلنا متزاملين لحد طبعا ما انا سافرت. بعد ما سافرت هو جاله قطع جزء في الرباط الصليبي وجاء اهل في المانيا، فصعب ان عماره عشره عمري مش هيجي يزورني ويشوف، انا اكيد عايز يجي يشوف، عشان برضو انا فرحان ان هو يشوفني ان انا في خير والحمد لله يعني. فقلت له تعالى وبتاع، انا هكلم النادي واستاذنه من انت تكمل اخر اسبوع في التاهيل عندي. قال لي خلاص، كلمت المدير الفني قال لي خلاص ماشي وبتاع ومش عارف ايه. عماره جه، فجبت المدير الفني، كان هو شغال في الجيم مع بتوع التاهيل، فجبت المدير الفني عرفته عليه وقلت له هو بشكرك ان انت سمحت له ان هو يتمرن معانا وبتاع، اللي هو لعيب كويس. كنا ساعتها بقى واخدين 98، قلت له 98 وعمارة واخد افضل باك ليفت في البطوله. فقلت له ده افضل باك ليفت في البطوله وبتاع ومش عارف ايه. قال لي ما كانش فيه سيديهات بقى ولا كلام من ده، كان شرايط. قال لي ممكن شريط فيديو؟ قلت له قلت له اوكي، هجيب لك مباراه وبتاع. جبت المباراه شافها، حتى احنا خلصناه بعدها ما فيش شهرين، كان خلصناه في نص موسم مش في اخر موسم يعني. كابتن، مين افضل باك يمين في مصر دلوقتي؟ بصي، هو حسابيا وبطولات وارقام احمد فتحي تمام، لكن طبعا كابتن ابراهيم حسن من افضل من لعب في ناحيه اليمين يعني. وانا افتخر ان انا لعبت في مكانه سواء في المنتخب او في النادي الاهلي بعديه يعني.
طب شايف في حد شبهك دلوقتي في الملعب شبه بيفكرك بيك كده وانت في الملاعب؟ كلهم افضل مني بصراحه. كلهم التواضع ده يا كابتن. لا هو هو بصراحه فتحي يعني ضرب كل الارقام. يعني الاول كنا نقول كابتن ابراهيم حسن لانه هو الوحيد اللي لعب كاس عالم. احمد فتحي لعب كاس عالم وخد ثلاث. كابتن احمد فتحي لاعب كبير جدا، بس انا عايزه بقى تعليق سريع كده من حضرتك تقول لنا ايه كده في نهايه الحديث، للاسف وقتنا خلص. انا كنت عايز بس اوجه كلمه طبعا لجمهورنا الحبيب، يعني ان شوف الاحترافيه بتاعت النادي الاهلي، على قد ما الناس كانت في كلام كتير، لا احمد فتحي اهو راجل ماضي في نادي تاني لكن متواجد. محمد هاني لعب الماتش اللي فات وكان كويس واحرز هدف تقريبا الماتش اللي فات او اللي قبليه مش فاكر بالظبط. الماتش اللي فات، الماتش اللي فات من نجوم المباراه، ومع ذلك قعد. واحمد فتحي رجع لعب الماتش اللي قبليه، محمد هاني الماتش اللي قبليه. واحمد فتحي رجع لعب مع ان هو ماشي صح. في اخر الموسم لكن النادي اتعامل باحترافيه، وده هو النادي الاهلي وده اللي احنا تعودنا عليه وتعلمناه في النادي الاهلي، القيم والمبادئ النادي الاهلي. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وربنا يوفقني في المهمه بتاعت الجديده ان شاء الله. اكيد باذن الله بنتمنى لك التوفيق طبعا يا كابتن. نورتني وبشكر حضرتك انك كنت معانا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده من برنامج السادسه بكره ان شاء الله. اسال على الاهلي وبطولاتهم هيقول لك بس عليه.